بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتقول رمضان على الأبواب. خليني أسألك سؤال، أنت جاهز لرمضان؟ أنت مستعد لرمضان؟ يعني وهتعمل إيه؟ وخطتك إيه؟ وجاهز من دلوقتي؟ أنا عارف أن بعضكم بيقول لي يا عم لسه على رمضان كم يوم، يعني لسه أكتر من أسبوع وأنت جاي بتقول لنا جاهز لرمضان لما يجي رمضان. لا يا جماعة ما ينفعش. أنت عارف الناس كلها بتعمل إيه؟ تيجي الناس يوم واحد رمضان، يلا يا جماعة هننزل نصلي تراويح، ويلا نشدوه، ويلا صيامه، ويلا بقى نقرأ قرآن، ويلا نعبد، وبعد أسبوع كله يروح بيتهم. أنا عايزك تفتكر المساجد بتبقى عاملة إزاي في رمضان. أول أسبوع زحمة والناس بتصلي بره المسجد، وبعدين يبدأ المسجد يفضى 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 يفضى، العشرة الأواسط من رمضان يفضى، يجي العشرة الأواخر ويتملي على الآخر في الليالي الوترية عشان ليلة القدر، ويفضى في الليالي الزوجية. يا جماعة مش كده هو رمضان على بعضه، يتاخده على بعضه. أنت عارف إيه المشكلة؟ أنا هديك مثل من الكورة عشان الناس اللي بتحب الكورة. إيه رأيك في فريق دخل كأس العالم وبيلعب او بيلعب في اليورو في كاس اوروبا، نزل البطوله من غير ما يتمرن قبل البطوله، دخل كده وايه بقى وكلهم حماس وعايزين بقى يكسبوا بس ما اتمرنوش، فتكون النتيجه ان يحصل ايه؟ كله بقى الاصابات، ومن تاني ماتش على طول بقى ونص الفرقه تركن وبقى احباط ويتغلبوا. يعني انا عايز اقول لك ايه، هي نفس الفكره، الاسبوع الاخير ده قبل رمضان اسبوع اعداد. يعني عايزني اعمل ايه يا عم؟ اعمل عبادتين ثلاثة كده مع ربنا. يعني زي ايه؟ يعني طلع صدقات، طلع صدقة كده، قول بنية ان انا ادخل رمضان. لو عندك ذنب كبير قول يا رب انا هتوب منه وابدأ معك صفحة جديدة. لو ما بتقراش قرآن خالص ابدأ اقرأ شوية قرآن علشان على ما تدخل رمضان مش تبقى كده لسه من الصفر خالص. صلي لك ركعتين بالليل، اقعدي انت وجوزك واقروا شوية قرآن، ادعي شوية. بلاش يا سيدي، عندي فكرة تانية سهلة قوي، هات ورقة وقلم واكتب هتعمل ايه مع ربنا السنة دي في رمضان عشان ربنا يخليك تدرك ليلة القدر ويستجيب دعائك ويغفر ذنوبك. هات ورقة وقلم، انا هعمل 1 2 3 4 5 6، هسأل على اعمامي او هعمل عزومة لعيلتي كلها عشان صلة الرحم، وحرد يا ابويا وامي، وعندي دعوات هدعي ربنا ان هو يحققها لي، 1 2 3 هكتبهم، وهقرأ قرآن، هختم السنة دي ختمة او ختمتين، وهطلع مبلغ كذا علشان دون يكون لربنا في رمضان. فتبقى عامل خطة وتاخد الورقة دي تحطها في محفظتك أو تعلقيها في أوضتك، فتبدأ تستعد نفسيا لرمضان. استعدوا يا جماعة، استعدوا عشان رمضان ده شهر المغفرة والرحمة، استعدوا عشان ربنا يعتقنا ويعفو عننا ويستجيب دعائنا ويبلغنا ليلة القدر. الموضوع محتاج إعداد، عشان كده النهاردة في بسمة أمل بقولك يلا نستعد كلنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.